مهمة الجرحى وقت يبوهم يكبروا بهم، ووقت ينتهي الموضوع بهم والأمر بهم يعني يتركوا فيهم. هل كان في فرق في البداية أول ما كان موجودة الحرب، مثلا حرب البنيان المرصوص، حرب ضد داعش، هل في البداية كان فيه اهتمام من قبل المحافظ ويعني الدولة الليبية بهذا الجرحى جداً. وبعدين كان فيه اهتمام جدا، كان فيه اهتمام في بداية الأمر وبداية العملية العسكرية الخاصة دي اللي طبعا كان أمرها الأفندي بشير القاضي المسي عليه بالخير في الحلقة دي، كان اهتمام جدا قوي من الحكومة من حكومة الوفاق. يعني الكل مستجيب والكل يكلم فينا والكل نحكم معاه والكل يعني يقدموا لنا في الخدمات اللي هي يعني لصالح الجرح. فلكن لما انتهت المهمة وانتهت الموضوع متاعهم لهذا ترك الموضوع ما عادش دورهم حد. مسألة العلاج بالداخل أنا أتمناها، أنا شخصيا أتمناها بصراحة، أتمنى أن يكون فلوسنا ما يطلعنش برا ويكون العلاج بالداخل، بس يبي آلية جادة ويبي ناس اللي هم وطنيين فعلا وقلبوا مع البلاد ويتحركوا وراه سهل، ما فيش مشكلة، ما تاخذ كلام حد، في دكاترة بيجوا من الخارج وفي أطباء زوار، بس يعني يديروا آلية للقطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص عندهم موضوع يشوفوا فيه حتى هم كانوا يلقوا بيشتغلوا، والقطاع العام ما فيش من وقفت له. يعني ان شاء الله نتامل بخير في الحكومه الجديده دي، ان شاء الله ربي يوفقهم ونتامل بخير في الوزير الصحه الدكتور علي. فكلامه بصراحه كان ممتاز جدا ومفرح، اللي هو يعني من اولوياته ومن اموره اللي يحاول يديرها ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقه، هي توطين العلاج بالدخل.